أهلا شوقا وأمانا يقصي الأحزان يا رمضان. معنا الشيخ عبد العزيز العريفي مالك قناة بداية. صبحك الله بالخير شيخ عبد العزيز. يا هلا صباح النور، يا مرحبا ومسهلا، كيف حالك؟ مساكم طيبين. الله يطول عمرك ويرضى عليك. الله يحييكم ونبارك لكم هالتكريم ونبارك لكم هالمساهمات الاجتماعية اللي تقدمون فيها، وأنه هناك من يتابع ويرى مساهمات قناة بداية وعلى رأسها أبو محمد. حياك الله. الله يحييك ويبقيك يا أمين. الحقيقة بداية مثل ما تعرف وما يعرفون الأخوان وإن شاء الله المشاهدين، أنه نهجها هو التفاعل مع المجتمع، خدمة المجتمع. فكل ما شاء الله التكريم اللي يجانا ندل على شيء، دل على أنه جهودنا ولا حد في محلها، من خلال سواء دعم الجمعيات الخيرية أو المساهمة في حتى إبراز منجزات الوطن، ولا حتى في نشر الوسطية بين الشباب وإبعادهم عن الطرف الفكري، وبرامجنا تكون دائما فيها خدمة للمجتمع. لذا ولله الحمد زي ما شفتوا في السابق أنه تم تكريمنا من أمة الحرمين الشريفين، وكذلك الحمد لله والشكر لله تم تكريمنا من صاحب السمو الملكي الأمير السلطان بن سلمان على مساهمتنا في دعم جمعية المعاقين. والحقيقة كانت التكريم هذا فرصة جدا ممتازة أنه نتحدث مع سمو الأمير ونفتح آفاق جديدة للتعاون، سواء في دعم المعاقين ولا في حتى برامج أخرى تبرز المناطق المملكة وتبرز ما تحتوي المملكة من جمال في مناطقها وفي أثارها وفي كذا. وإن شاء الله إذا ربي تمم الأمور على خير سنرى عمل قريب جدا بالشراكة مع هيئة السياحة ما شاء الله. بمباركة سمو الأمير ودعمه إن شاء الله. الشيخ عبد العزيز، كنتم في دار الملاحظة بالرياض وشاركتم النزلاء فرحتهم يعني وشفتوها، كيف كانت يعني مشاعرك ومشاعرهم تجاه الفرحة ومشاركتكم لهالفرحة مع النزلاء؟ الحقيقة شوف، أنا كنت سعيد جدا أنه أحس بمدى تأثيرنا على على المجتمع ككل وعلى هالفئة من الناس. فلما شفنا ما شاء الله تبارك الرحمن هما مسوين تقريبا محاكاة لبرنامج زد رصيدك. اي نعم، في ساكنين المركز التأهيل، وكان رائع جدا يعني. حتى الشباب ما شاء الله مركز التأهيل يعني متفاعلين بشكل قوي، ووجدوا انه فكرة برنامج زد رصيدك هي مدرسة، الحقيقة مدرسة تأهيلية وإصلاحية للشباب الموجودين، وهي بالنهاية عندنا كأي مدرسة تعليمية لأنها تنشر القيم وتنشر الترفيه والثواب والعقاب من خلال النقاط وكذا، إلى درجة أنه ما شاء الله عندهم أبو كاتم خاص فيهم وكذا. فالحقيقة أنا سعدت جدا أني أكون مشارك الليلة في حفلهم الختامي، وسعدت جدا أنه نعم أنه نرى واحد من الشباب ما شاء الله الفائزين جاه اليوم افراج ما شاء الله. فكانت فرحه لنا جميعا. لكن الشاهد انه ولله الحمد انه جهودنا ما راحت سدى، جهودنا فعلا اثرت وجات تاثر بشكل ايجابي، والحمد بفضل الله سبحانه وتعالى وتوجيه يعني ولاة الامر ودعم هيئه الاعلام المرئي والمسموع ووزاره الاعلام. احنا نسعى فعلا ان نقدم ماده تخدم المجتمع، ونشجع كل من يحاكي هالمادة بحيث أنها تخدم فئة، مثلا زي مثلا مركز التأهيل. الحقيقة أجادوا استخدام هالبرنامج بحيث أنه غيرت من سلوك كثير من الشباب عندهم وأفادتهم وحسنت من تفاعلهم في البرامج من خلال خصم من النقاط وزيادتها. وكانت الفكرة اللي شرحوا لي كانت جدا رائعة، فشفت الفرحة بوجيه النزلاء، وكنت يعني حسيت انه فعلا ان احنا نؤدي عمل رائع يدعمنا ان نؤدي اكثر واكثر، وهذه مسؤوليه لنا جميعا انه فعلا نخدم المجتمع بلا حدود بما يتماشى طبعا مع سياسه الدوله ويتماشى مع طبيعه المجتمع. شم انت الان ترى التاثير يعني احنا كمشاركين سابقين في قناه بدايه وبرامجها الاعلاميه،
في المستقبل وقبل سنوات أيضا نرى تأثير الإعلام التأثير الإيجابي، فإحنا نشوف الآن مشاركتهم هذا شيء أنتم رأيتموه في أشياء ما نراها إحنا في أنحاء المملكة وفي العالم العربي، تأثير قناة بداية، تأثير برامج الواقع اللي تقوم فيها قناة بداية من ترسيخ مفاهيم إيجابية من خلال نجومها السابقين والحاليين مثل الشباب وشرواكم. اللهم صل محمد. الآن استثمار قناة بداية للإعلام يعتبر استثمار أمثل لتنمية الشباب وتغيير مستويات تفكيرهم، ومثل ما ذكرت في نواحي اللي هي التطرف ولا اللهم صل محمد النظر لتنمية المجتمع بالعموم يعني. فهذا شفتوه أنتم في دار الملاحظة وأيضا يكون في أنحاء المملكة يعني. شوف احنا الهدية في البداية بدينا في هالنواة ووفقنا الحمد لله للعمل هذا، ومثل ما تعرف إذا أنت تعمل تحت مظلة رسمية ممثلة في 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 وزارة الإعلام وهيئة الإعلام غير مسموعة، ما تتماشى مع أنظمة موضوعة بحيث أنها تخدم الوطن، تخدم الوطن من خلال زرع القيم. إحنا جزء من 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 عالم كبير بهالبلد، كل يبني في خانة معينة. إحنا نبني في قدر الإمكان في زرع القيم، لأن الإعلام اليوم إذا ما أفاد فهو ضرر. صدقت. احنا نسعى انه نفيد المجتمع من خلال زرع القيم، التعاون مع الجمعيات، التعاون مع الهيئات الخاصه في 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 الامور، زرع الوسطيه بالمجتمع مثل ما تفضلت بدايه ما شاء الله ولاده من هالنجوم والمشاهير اللي نتمنى انهم يساهمون في تنميه بلدهم ومساعدة مجتمعهم للتطور وللاحسن وللافضل. فاحنا نحتاج الوسطيه اكثر من اي وقت مضى. صحيح صحيح، حماية لنا وحماية الشيء وحماية لوطننا. أكيد أكيد، ومثل فكرة ترسيخ فكرة أنه كبرنامج زد رصيدك وفي الأفكار اللي فيه وبرنامج حياتك كأكاديمية ودورات، هذه كلها آثار، وفي المستقبل إن شاء الله جمهور قناة بداية، الجمهور قناة بداية وش تقول لهم يا شيخ عبد العزيز اللي هو يعتبر ورقة رابحة جدا لنجاحات قناة بداية؟ والله ما أنا إلا واحد من مجموعة تعمل فيها أو كوكبة تعمل فيها المجال، ولله الحمد وفقنا في شباب رائعين جدا الحمد لله. يعني همهم الوطن، همهم خدمة الوطن بدون المزايدة عليه، بدون الاستغلال. فبالتالي ولله الحمد ما حسن النوايا، تشوف هالنتائج الرائعة اللي نكرم هنا وهناك، ونتمنى إن شاء الله أن نكون فعلا لبنى قوية في 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 مساهمة في يعني مساندة الرؤية للمملكة 2030، واحنا نسعى انه فعلا انه نكون نقلة نوعية في 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 ثقافة الشباب تجاه الموضوع وكذلك المجتمع، لانه ولله الحمد حضورنا في كل بيت اصبح مؤثر، فبالتالي نبغى التأثير يكون ايجابي وايجابي لمصلحة المملكة العربية السعودية في المقام الاول. يا رب يا رب، شاكرين ومقدرين لك. عندك كلمة تبي تقولها تختم فيها شيخ عبد العزيز؟ اقول شكرا لكم جميعا، انتم الشباب اللي فعلا مساندين، وانتم واشكر الجمهور شكر عظيم انه 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 يعني امن فينا واستمع لنا وشاهدنا، واشكر مولاي خادم الحرمين الشريفين، واشكر ولي عهد وولي العهد، واشكر كذلك وزاره الاعلام مؤسسه هيئه الاعلام المسؤوله، يعني هي المظله الاساسيه اللي سمحت لنا فعلا ان نشتغل ونخدم وطننا واعطتنا فرصه ان نخدم الوطن، لذلك الشكر للجميع ولكم تحياتي. الله يخليك، الشكر لك انك تحت لشباب سعودي وايضا شباب خليجي لاظهار ما لديهم للاعلام وفي الاعلام. شكرا لك يا شيخ عبد العزيز، واسفين لو اطلنا في المكالمه، ونتمنى لك سحور طيب ان شاء الله. شكرا لك حبيبي، اشكركم تحياتي. الله يخليك، شكرا لك. الشكر للشيخ عبد العزيز على المكالمه، وقناه بدايه ليس مستغرب عليها التكريم والأفكار الجبارة، وفي أفكار جدا جميلة ذكرها الأستاذ سامي أبو يارا بإذن الله في زد رصيدك 7 راح تطبق، وحياتك الموسم الثاني في أفكار جالسة تحرك وتأثر على جميع شرائح المجتمع. غريب في برامج الواقع أنه دائما تيجي يبدأ أول موسم، ثاني موسم، ثالث موسم، أول موسم يبدأ أول موسم ثاني موسم، ثالث موسم، بعدين تروح تختفي ترى. يعني قلت شفنا برامج واقع قبل. مايكك يا استاذ فارس بدون حلف. والله شغال.
طيب حاقد عليك. والله شغال شغال الحين. هاي استاذ عبد المجيد. شغال الحين. طيب اخذت بي مايكي. لا انا شغال عندي. انا شغال. طلع طلع من مخباك. خصم عليك. لا مو خصم لا شيك يمكن البطارية ذيبان. اي بطارية شيك. تفضل اسرور. سم. شوف انت تاثير البرامج برامج الواقع زد رصيدك الحين مثلا مثلا نضرب مثل هل الشاب الطيب الشاعر الرقيق منيف الخمش اللي ياكل عنب نعم والله رقيق هو مشاعر وليس في لا 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 مشاعر ولا 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 افعال جلف يبقس ويضرب حتى يعصب عليك لهبك بقصيده الان صراحه والله اقول شيء مهم وهذا الشيء موجود صار في الغرب انا لما يكون عندي نجم مثل عبد المجيد الفوزان جميل نجم متكامل ذو اخلاق عاليه صفات مميزه تفكير راقي حقيقه ما تتخيل التاثير اللي يسويه في الشباب سواء من سنه او اصغر منه لانه حنا في في, في 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 الواقع الان والاعلام داخل في كل بيت وفي كل جوال الاعلام مؤثر فلما يكون في نموذج ناجح الاطفال او الاشبال او الشباب يتاثرون منه حلو انا اليوم شخص ما ادري كيف وصل الرقمي اسمه عبد الله العصيمي من الطائف حرص اشد التحريص يوصل سلامه لكل الشباب تذكرون موضوع الفضفضه وافشاء السر حلو قال انا حرصت جدا لانه كان يعاني من مشكله معينه حلو يعاني من مشكله وفي كثير من الناس تعاني من مشكله معينه في افشاء السر وكيف يصرح يقول انتم حليتوني المشكله اني اصارح خويي واتكلم معاه انه انت ترى الكلام اللي اقوله لك ترى يوصلني انك تنقله فتصارحنا وبسبب انه يقول حتى كنت مار انا من الصاله وشفت المشهد لفت نظري الموضوع وقفت تابعته حتى انتهى وجدت لي حل فيقول وصل سلام في ناس كثير اتوقع انه تاثر بي كثير صراحه بس ما ودي اقول صح؟ واحد يقول لكن بقول بك لا تاثر بكلامك لا ودي بس عشان انا بتكلمك عن احد ابناء بدايه ربما اني اقدمكم صح انا صح اقدمكم صح انا بتكلم عن حاجه بتكلم عن حاجه لا بتكلم عن قضيه اني انا من 2013 2014 وانا في قناه بدايه يعني ربما مريت بالمرحله اللي مرت عليها بدايه في التغييرات اللي حصلت وانا تمنيت اني قلت الكلام هذا وان شاء الله الشيخ عبد العزيز يسمعنا من هالكلام كون القناه تتغير في مده يعني لا تتجاوز الخمس سنوات الاربع سنوات وفي تطوير ملحوظ نافسنا عليها كنا افضل قناه عربيه واخذنا عليها جائزه في مصر اخذنا القناه الجماهيريه الاولى على مستوى العالم العربي مستوى الخليجي اخذنا عليها جائزه في مصر الان السلطان الامير سلطان بن سلمان يكرمنا اليوم كقناه رائده في 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 الاعمال الخيريه لجمعيه المعوقين وقبلها كرمنا من رئاسه ومكرمين ايضا من رئاسه من الشيخ عبد الرحمن السديس رئيس الحرمين وكرمنا على على يعني وقوفها الرائع في في دعم الاوقاف الخيريه ربما على معلومات المحدودة إن ما في قناة يعني ما شاء الله تبارك الله ساهمت في إغلاق إنجاز أوقاف بالشكل اللي قامت به بداية فالتطوير هذا ملموس أوقاف تجاوزت قيمتها 500 مليون ريال 500 مليون تصور هذه ميزانية دول 500 مليون ما شاء الله تبارك الله ليش لها الخير أيضا متابعين بداية أيضا تزايد متابعين بداية التطور الملحوظ اللي أقول كان لاحظتها يعني من عام 2014 لين 2000 والآن 18 حنا ما شاء الله تبارك الله ملموس الشكر لله سبحانه وتعالى أن الله اصطفاكم أنتم وحنا على كثير من الناس اللي خلانا نظهر على شاشة بداية نقدم الجميل والمفيد للمشاهد أيضا الشكر موصول لك قبل كل شيء لله سبحانه وتعالى ثم لإدارة القناة على رأس من الشيخ عبد العزيز العريفي موصول أيضا لحبيبنا والغالي أبو يارا والطاقم من تحت يشتغلون جميل. يعني أنا أمنية من الأمنيات بإذن الله سمعوني الإخوان في الإعداد نحن ننقل لهم العمل اللي يقومون به ننقله للمشاهد بشكل مصور بيكون شكل تقرير بيكون شكل أي شيء للشباب وهم يعملون في الكنترول في الإنتاج في قصة بداية بكل أمانة نسميها قصة بداية وقصة النجاحات اللي تعيشها بداية فهذا حق يعني نحن البداية لأنها هي منظومة من نجوم ومن فنيين وعسى ربي يعطيهم العافية ما أدري شمال الرتم عندي عادي أحس أني ألعب بس بشت من بعد أتكون أكسر الرتم حماس وشلون يم الحلوين حاول أكسر الرتم الله يعطيكم العافية أنا لاحظتك والله مشدود